بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل مع بعض ان شاء الله، وهنخش بعد ما خدنا الوير اوبريتور هناخد البروجيكشن اوبريتورز. هما كتير، هناخد منهم اولا السيلكت. خلاص السيلكت، تعالى نعمل على طول اكزامبل. واسميه example 4. تعال نشوف هنشتغل ازاي على select. ممكن اقوم عامل var expression بيساوي، قلت له روح على customers dot select تحت قوس، فقال لي قول انت عايز ايه، قلت له من السي، طبعا ده object من الكاستمرز، قلت له انا عايز السي دوت نيم، عايز السي دوت نيم، فكده هيجيب لي كل الاسماء. خلاص ممكن اعرضهم في الليست بتاعتي، يعني اقول له كلير ليست وكل عنصر جوه الاكسبريشن ورهوني، واقوم عامل رن او ستارت كده. بسلكت وان كولوم، قلت اكزامبل كده دوس، قال لي جاب لي كله مهيمن وصبور وبسمله وحكيم، دول البيانات اللي عندي. طيب لو جينا نعمل اكزامبل تاني بس مش بيسلكت وان كولن كده، لكن عايزه يسلكت مني يعني اكتر من حاجه، فقام جايب كده اكزامبل 5 واقول له ممكن اجي اقوم اعمل var expression بتاعي بيساوي customers دوت سيلكت، بس هنا السي وعايز منه يعني قايمتين، فبضطر اقول له نيو وافتح قوس قوسين كده زي بتوع الاري سيمي كولون، واقوم قايل له هنا انا عايز السي دوت، ده الاوبجي بتاعي السي دوت نيم كوما والسي دوت الايه السيتي، لكن انا عايز اتنين. خلاص وممكن برضو اكلير الليست، بس طبعا ما اقدرش اقول اكس بس كده، ممكن اقول اكس دوت فحدد لي بقى النيم ولا سيتي، لان التو كولمز دول انا محددهم هنا، فاقول له مثلا عايز النيم، وزي ما عملنا قبل كده انا قلت دوت تو سترنج، انا دوت النيم وجنبيها افتح قوس وجنبيها عايزك تحط لي الاكس دوت السيتي وجنبيها تقفل القوس اللي انا عايزك تطبعه، يبقى يكتب النيم وما بين قوسين هيكتب الايه السيتي بتاعته. لو جينا عملنا رن او جربنا كده كده شفنا ازاي نسلكت ميني كولمز يعني. بص على اكزامبل 5 طلع لي ادي كل الاسماء وما بينهم الايه السيتيز بتاعتهم. كلام جميل. ده كان السيلكت. في عندنا حاجة اسمها سيلكت ميني، في اوبريتور تاني اسمه سيلكت ايه؟ سيلكت ميني. بس قبل ما اخش على سيلكت ميني هوريك برضو ممكن اشتغل عليه بالسيلكت لوحدها ازاي. هقوم جايب كده فولدر او كوبي من باتون واقول له عايز اعمل اكزامبل كمان اكزامبل 6. خلاص خش هقول له عايز اعرف var اسميها مثلا orders، ودي بتساوي قلت له انا عايز بتساوي customers، هروح على customers بتاعتي دوت وير ادي الشرط بتاعي، افتح احدد له في الشرط ان انا هشتغل على السي، ده الاوبجكت بتاعي من كل كاستمر، كل مره مع كل لفه اعتبر السي ده اوبجكت من الكاستمر من الاري اوف كاستمرز، واقول له السي دوت الكانتري خلاص هتساوي كانتريز دوت ايجيبت مثلا. خلاص حلو دوت وير او دوت سيلكت بقى، خلاص احنا عملنا دوت وير دوت سيلكت، السيلكت بتاعتي تحت قوس هتبقى شغال على السي اللي ماشي، السي ده قلت له اوبجكت طبعا من ايه؟ اوبجكت من الكاستمر اللي حلو، قلت له بقى عايز السي ده بقى دوت
اوردرز، علما بان الاوردرز دي اصلا array of orders، صح ولا لا؟ array of orders صح؟ تمام. ومقافل وعامل ايه؟ سيمي كولن. وطبعا كده هتجيب لي يعني السلكتها بتسلكت مني حاجات، يعني لستة، كل لستة منها جواها حاجات الى اخره. طبعا لو جيت عملت كده عشان اطبعهم قلت له فور ايتش خلاص var واسميه مثلا اي حاجة مثلا item موجود جوه الاوردرز، الاوردرز طبعا بتاعنا دوت، هتعمل ايه؟ قلت له عايزك تعمل تحط لي في الليست، في الليست اللي موجودة عندي دوت items دوت add، قلت له الايتم اللي انت توصلت اليه طبعا ليه خصائص كتير، قلت له لا مش عايز الخصائص الكتيرة دي، قلت له اطبعه لي بس كده الاول واشوف هيطبع ازاي. وما انساش ان انا عايز اعمل للليسته دي لو كان فيها اي بيانات اعمل لها كلير، خلاص اعمل رن كده او ستارت. ودوسنا كده على اكزامبل 6 دوت، قال لي دي اري، دي عباره عن ايه؟ اري ما قدرش يتعامل معاها، دي اري اوف اوردرز. اري اوف ايه؟ of orders. لما قلت له الايتمز ديت وجيت حددت له مثلا of zero dot، قال لي كده بقى انت حددت ايتم من الايتمز اللي موجوده ممكن تخش جواها وتشوف البرودكت والكوانتيتي ومش عارف ايه. قلت له كلام جميل قوي، يعني الايتم دوت دلوقتي عباره عن كل ايتم من دول عباره عن array. قلت له قلت له يعني ممكن نخش له بفور اتش، فور اتش لوحديها، وعرف var اكس موجود جوه الايتم لان كل ايتم بالنسبه لي عباره عن array. وبكده هقول له الليسته بتاعتي دوت الايتمز اللي جواكي دوت اد ضيف لي اكس دوت، قال لي بقى عايز ايه بقى، المانث ولا البرودكت ولا الكوانتيتي ولا ايه. قلت له البرودكت في حد ذاته مشكله لانه ده اوبجكت برضه من كلاس تاني، لكن هعرض لك بس الكميه، اعرض لي الكميه وجنب الكميه عايزك تعرض لي ما بين قوسين مثلا الاكس دوت المانث اللي هي اتطلبت فيه، او شيبد ولا لا، وخلاص شيبد ولا لا، شيبد ولا لا. واقفل كده القوس بتاعي والسيمي كولون، وبكده هيجيب لي الكميه وما بين قوسين هي اتشحنت ولا لا. وادوس سيف واجرب بس. خدنا بالنا بقى ان الاي ان ده بيسلكت مني، لان الجمله جمله بترجع لك array of orders وانت تشتغل عليها وذات نفسها. لو جينا عملنا كده run ودوسنا على example 6 اللي عملناه enhanced، قال لي 3 ده كان false و5 كان true و10 كان ده رقم المنتج طبعا و20 كان true الى اخره. دول الاربعه اللي كانوا عندي، واحد يجي يقول لي اربعه، اربعه ايه؟ ما كانش عندنا اربعه، احنا كان عندنا اكتر من كده، كان عندنا اوردرز اكتر من كده. لو رجعنا للبيانات اللي عندنا اصلا اساسيه هنلاقي ان ادي يعني تو اوردرز هنا، وادي تو اوردرز هنا، تمام، وادي في اوردر هنا وفي اوردر هنا، في سته. قلت له ما تنساش ان جمله السيلكت بتاعتنا كان فيها شرط على الكانتر ان هي ايجيبت بس. فلو جينا بصينا على البيانات هنلاقي ان مهيمن وسابور الاثنين دول كل واحد عامل التو اوردرز بتوعه، وهم دول اللي في ايجيبت صح. اما الكويت كان في واحد اوردر واحد اوردر، ودول ما كانوش عليهم جمله سيلكت لان الشرط معديهم. خلاص كده. فلو جينا جربنا كده زي ما قلنا هجيب لي الاربع اوردرات بتوع منطقه معينه، الاربع اوردرات بتوع منطقه ايه؟ منطقه معينه زي ما شفنا كده. خلاص 3 و5 و10 و20 دول الكميات، الكميات مش ارقام الاوردرات، الكميات وهي اتشحنت ولا ما اتشحنتش. طيب في حاجه اسمها سيلكت مني، في حاجه اساسيه اسمها سيلكت مني. لو قفلنا كده عشان نجربها، يعني في حاجة اسمها سيلكت زي ما احنا شايفين كده، وفي حاجة اسمها سيلكت مني. هقول لك دلوقتي مثال على سيلكت مني، والغرض منها ان احنا بدل ما كنا بنرجع array of orders احنا المرة دي عايزين يعني يرجع لنا، يعني طبعا هو اي enumerable orders، orders مش order، array of order يعني. عايزين بقى دي السلكت مني دي بترجع لك انيريبل انيميريشن، يعني انيميريبل دي بس اوردر مش اوردرز بقى. لو دخلنا كده على اكزامبل ده وسميناه اكزامبل 7،
فانا ممكن اقول له والله احنا عايزين نعمل انيميريشن انيميريبل اوف اوردر اوف اوردر، خلاص كده سميتها اوردرز اوف فار ماشي بتساوي. قال لي ماشي خش قلت له كاستمر او كاستمرز الشرط بتاعي دوت وير. قال لي قول الشرط، قلت له طبعا ده الاوبجكت بتاعي يبقى سي وعباره عن عايز اوصل منه سي دوت كانتري، نفس المثال بس بشكل بقى مختلف يعني، بتساوي كانتريز دوت ايجيبت خلاص. بس مش هقول له دوت سيلكت، هقول له دوت سيلكت ميني. قال لي سيلكت ميني ايه؟ قلت له سي هات لي منها سي دوت اوردرز اللي جواه سيمي كولون. تقول لي ايه الفرق؟ عادي هنا سيلكت سي اوردرز وهنا سيلكت ميني، ايه الاختلاف؟ قلنا ان دوت هيرجع لي بدل ما كان التاني بيرجع لي اري وكانت اوف اوردرز، هنا ده هيجيب لي بقى ايه؟ يعني هيرجع لي يعني التانيه الاولانيه دي كانت بترجع لي حاجه عامله كده خلاص، كان دي كده انا عايزها ترجع لي اوردر اوردر بالشكل ده. لو جينا جربنا كده الناتج بتاعنا، لو جينا عملنا مثلا كلير وبعد كده عملنا فور فور ايتش كل ايتم من اوردرز، لو جينا قلنا له في الليست اللي عندك دوت الايتمز اللي موجوده دوت اد قوس، قال لي هتاد ايه؟ لو قلت له ايتم دوت جاب لي اول عنصر على طول بشكل مباشر. فانا ممكن اقول له هات لي الكوانتيتي الكميه والزق لي جنبيها قوس، وجنب القوس عايزك تحط لي الايتم دوت شيبد او شيبد، واقفل الايه القوس سيمي كولون. طبعا واحد يجي يقول لي الفرق ان انا هو بدل ما كنت باخد ايتم والف جواه كاري والايتم والف جواه كاري والايتم والف جواه كاري، هنا ما بقتش كده خلاص. ان الايتم ان الاوردرز خلاص، واتفهمت ان ديت دي بتسلكت مني، واشتغل على طول ان الايتم هنا هو عباره عن يعني الايتمز الداخليه على طول بقت متشافه، مش محتاج الف عليها على طول، لا ده هو كل مره الايتم بيشيل اوردر من الاوردرات وبشتغل عليه. لو جربنا كده هيجيب لي المفترض نفس النتيجه، لو عملت ستارت وجربنا الاكزامبل جاب لي نفس النتيجه بتاعتي. يبقى بدل ما احنا كنا بنشتغل بسيلكت بس وكنا بنضطر ان احنا السيلكت دي بقى كانت بتجيب لي الريز، فكنت بقى والف على الريز واحده واحده، هنا المره دي قلنا لا عملنا ايه؟ سيلكت ميني، وسيلكت ميني ادتني امكانيه ان انا ابقى عارف ان اللي جاي دوت مش كنترول مش ايتم مفرد، لا مجموعه من الايتمز، فعرف ان هي الري على طول قدر يشتغل على الكنترولز اللي جواه، وفي كل مره بلقط الكنترولز اللي جواه بشتغل بشكل ايه؟ بشكل مباشر. ممكن اعمل نفس الموضوع تاني بس مش بسيلكت ميني ولا حاجه، بشكل من اشكال الاين كيو المختلفه، اخد كده كوبي المختلف ومعامل بيست وعامل اكزامبل تاني 8، وتعالى اكزامبل 8 ده واقول له والله انا ممكن استغل ال 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 بشكل الموضوع بشكل مختلف. اقول له هنا طبعا هعمل انيريبل اوف اوردر وسميها اوردرز عادي جدا بتساوي، بس اقول له فروم، يبقى خد بالك معايا نقطه ان دي جمله مركبه، اقول له فروم السي اللي هي جوه الكاستمرز خلاص، بشرط ان السي دوت كانتري تكون بتساوي كانتريز دوت ايجيبت خلاص كده. لغايه هنا كده لو جينا بصينا هنلاقي ان الجزء الاساسي اللي من فوق صح كده، اللي هي الكاستمر والشرط بتاعي، ولا هقول سيلكت ولا هقول سيلكت مني، امال هتعمل ايه؟ هعمل نستد فروم، واعمل له بقى فروم، قال لي فروم ايه تاني جواها؟ هقول له انا هعتبر ان الكاستمر ده تيبل ان التيبل بتاع الكاستمرز، اعتبر الكاست الاوردرز
تيبل ان التيبل بتاع الايه الكاستمرز. فهقول له فروم الاو ان، قال لي ان مين؟ قلت له عارف السي؟ قال لي اه. قلت له جواه جدول اسمه اوردرز. يبقى كده اعتبرت ان الاوردرز ده تيبل ان التيبل بتاع الكاستمر مع كل رو يعني. خلاص هو قال له فروم دوت، قال له سيلكت مين؟ سيلكت كله يبقى الاو. سيلكت مين؟ كله يعني سيلكت ليا الاو، يبقى يعني سيلكت ليا الايه الاو. خلاص الاو دي يعني زي اسس كده ولا حاجه. فكده بقى لما كنت ممكن اقول له بقى يعني او دوت حاجه معينه من الاو يعني المانس او البرودكت او كده، او دي كله. خلاص وبالحاله دي كده انا ممكن اجي واعمل بيست وانا كلير الايتمز اللي جوه الليسته، وهيعدي على كل ايتم جوه الاوردرز ويطبع لي الايتم دوت كوانتيتي والايتم شيبد نوت. بالنسبه يعني بالنسبه لي كده الاوردرز دي بقت متشافه بشكل مباشر لما عملتها كنست. دي شكل تاني برضو ان انا اقدر اسيلكت حاجات من جوه حاجات. لو جينا جربنا كده يعني او جدول من جوه جدول، يعني عشان الاوردر ده جدول متعلق من الجدول بتاعي. لو جينا جبنا دوسنا اكزامبل 8 جاب لي نفس الايه نفس النتيجه بالشكل اللي هو نستد دوت. طيب يعني ده اسمه كوير اكسبريشن. تعال نشوف حاجه شكل تاني ممكن يجيب لي نفس النتيجه. يعني نعمل كمان كده اكزامبل. وتعالى نعمل var items خلاص بتساوي customers dot where تحت قوس تلو الاوبجكت تاعي باسمه c، وعايز اقول ان c dot country بتساوي countries dot Egypt خلاص. وهقول له dot select many تخص كل واحد منه هنعتبره سي، وهقول له سي دوت اوردرز سي دوت ايه دوت اوردرز. خلاص كده واخد كومة واعمل حاجة جميلة جدا. هقول له ايه كده عندي السي وعندي الاو دوت تو اوبجكتس بتوعي، دول التو اوبجكتس بتوعه ومنهم هطلع باللي انا عايز اقوله لك دلوقتي. فكده ايه اول اوبجكت بالك لغايه هنا كده السي هتبقى اوبجكت من كل كاستمر، اول كاستمر هو السي، هات الاوردرز بتاعته ومنها بقى عندي السي اوبجكت وعندي الاو من الاوردرز. خلاص كده عندي الاو من الايه من الاوردرز اللي عندي، عايز منهم ايه؟ قلت له عايز منهم نيو عشان عايز حقلين منهم. قال لي ايه هم الحقلين بتوعك؟ قلت له عايز منهم الاو دوت، فشاف اوتوماتيك الايه الاوردرز لانه خلاص سي دوت اوردرز خلاص عرفها. فمنها عايز اقول له ان دي برضو يعني دي برضو تيبل، فهقول له خلاص كل الاو اوبجكت من كل واحده من دول، والسي زي ما هو سي اللي هو الكاستمر. واجي نقطه اقول له الاو دوت الكميه الكوانتيتي، عايز الكميه وعايز الاو دوت شيبد. خلاص كده واقدر اشتغل بقى خلاص بنفس الطريقه. لو جيت قلت امسح الايتمز اللي عندك اللي في الليست، وبعدين فور ايتش ايتم ان الايتمز بقى خلاص، واجي اقول الايتم دوت كيوتي كوانتيتي ودوت شيبد هيشوفها بشكل مباشر. يبقى انا برضو طريقه تانية لو عندي نيستد تيبلز كده ان انا اقول له السي ده اوبجكت بتاعي ومنه اوردرز، واقوم جاي محدد اقول له السي كده اوبجكت والاوردر كده ايه الاو دي هتبقى الممثل للاوردرز اللي عندي، واقول له نيو عايز منها تو كولومز الاو دوت كوانتيتي والاو دوت شيبد. دي سيلكت ايه سيلكت مني. لو جينا جربنا كده هيجيب لي ان شاء الله نفس النتيجه زي ما احنا شايفين كده. يبقى عرفنا ازاي نعمل برضو بشكل السيلكت ميني، ازاي ان يبقى في عندي نيستد تيبل في الرو.
لسه التيبل في الرو لو انت متخيلها كتيبلز يعني. طريقة تانية لو انا عايز اشتغل بنفس الطريقة بس كنستد بقى يعني. المثال الجديد بتاعنا بس هنشوف ازاي تعمل نفس الموضوع بس ازاي نسلكت يعني اكتر من حقل بالنستد بقى الكوير اكسبريشن بتاعنا. خدناها قريب من مثال سبعة يعني زي مثال سبعة بالظبط. لو احنا عايزين نحدد بس مثال سبعة ايش مثال ده كل فكرة احنا عايزين نوصل اللي انا عايز اقولها يعني ده خلاص برمجناه. هنعمل منه كوبي بيست ونخلي ده اكزامبل 10 تمام. يبقى البيست بتاعتي اللي كانت اتشالت ماشي. اقوم واخد من المثال ده كل اللي عايز اوضحه في المثال دوت ان انا كمثال تاني هو بس بدل ما اقول ان انا ممكن اقدر اسلكت ميني كولومز هقول هنا سلكت نيو ايه اقول له او دوت دوت كوانتيتي كوما و او دوت مثلا الشيب وبكده انا حددت. قلنا خلاص فروم الاو ان سي ان اوردرز فروم الاو فروم الاو ان سي دوت اوردرز ندي تحتها ايرور شوف ليه يقول لي هنا انا مش قادر يعني اكونفيرت الكلام دوت. طبعا لان دوت تو كولمز بس فهو مش نوعه مش اوردرز يعني والنوع مثلا فار خلاص اوردرز وخلاص فكده قدر يقبلهم لان دول مش الاثنين التو كولمز دول ما هماش نوعهم كان اوردرز خليتهم خلاص اوردرز وخلاص بس برضو بقدر اشوفهم بس مش هيبقى متاح ليا في الايتم دوت غير الاوردرز والايه والشيبت زي ما احنا ايه عارفين ادي اوردرز الشيبت والايه والكوانتيتي فقط لا غير اللي موجودين عندي. فلو جينا كده جربنا بقى نعمل رن فيقدر برضو يعرض لي نفس النتيجه بس كده اشتغلت بالايه بالكوير اكسبريشن اللي هو ايه نستد تيبلز يعني. فقلنا كده اهو جاب لي نفس الايه نفس النتيجه وبكده نكون خدنا نظره كده سريعه على السلكت والسلكت ميني.